زين، الغريب بصراحة كابتن، يعني بعد فوز الشرطة استقالة الكابتن حسين عبد الواحد من التدريب بعد سنوات من العمل في هذا النادي، ما استغربت من القرار؟ والله شوف، هي مسألة الإقالة والاستقالة أصبحت يعني فشيء واضح في مسيرة الدوري بالنسبة لنا. يعني دائما ما تكون هناك تغييرات على مستوى الكوادر الفنية، فريق الشرطة يمكن خلال هذا الموسم غير 3 مدربين خلال فترة قصيرة. الآن جاء دور المدرب حسين عبد الواحد، وراح يرجع المدرب مؤمن سليمان اللي قادهم بفترات سابقة. أتصور يعني هناك استقطاب للكابتن مؤمن سليمان بمساعد آخر غير الكابتن حسين عبد الواحد، ويبدو انه الكابتن حسين يعني شعر بهذه الامور، فحب انه هو اللي بادر بالاستقاله قبل انه يقال من قبل الاداره. وهذه تعرف يعني المدرب يقرا ما يعني بين السطور، فلذلك يعني بادر هو انه يستقيل قبل ان تقيل الاداره. يعني النتيجه تحصيل حاصل، لو لم يستقيل كان اقيل. اقيل بالضبط، لانه اكيد مدرب مؤمن سليمان جايب مع الكادر المساعد. بس انت كابتن تتفق وياي انه حسين عبد الواحد وقبل احمد صلاح ساهموا بشكل كبير في حصول الشرطه على الدوري لموسمين متتاليين، ساهموا بظهور الشرطه في البطوله العربيه بمستوى مميز، حافظين الفريق، هم من خياراتهم، ما تعتقد خساره؟ طبعا بدون شك، انا اشوف انه الاستقرار من يكون على مجموعه المدربين خلال فتره طويله يلقي بظلالها على الاداء و النتائج. احمد صلاح وحسين عبد الواحد عملوا مع نادي الشرطه لفترات طويله، وعلاقتهم باللاعبين علاقه ممتازه حتى مع الكوادر الفنيه، لكنه مثل ما تعرف الادارات دائما يعني تريد، شلون اقول لك، تحاول انه الامور تبعدها عن ملعبها، تحاول ترميها في ملعب اخر. فاسهل طريقه هو شنو؟ تغيير الكادر الفني واستقطاب كادر جديد حتى تسكت من خلالها الجماهير، لانه الان يعني الكل يشاهد انه اللي يغير كل الكوادر الفنيه هو الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. فلذلك هذه الامور تصير صعبه على الادارات، فاسهل شيء هو تغيير الكوادر الفنيه. زين، اريد رايك كابتن اولا باقاله شهاب الليلي من تدريب الشرطه، ثانيا